ايوه، وانت اسمعني يا زكي بقى، اسمعني، انا مش عايز مخلوق يحس بحاجه. ايوه، السر منه صح كده. يلا سلام عليكم. القمر تعال لي. ايه الجميل ده؟ ايه يا حبيبتي بتعرفي ليه يا بابا؟ انا اتبهدلت واتمرمطت في البيت ده قوي يا حاج قوي. ليه؟ ايه اللي حصل؟ الستات بتوعك دول بهدلوني يا حاج. انا عايز اقول لك كلمتين بس. انا عندي استعداد اقعد معاك في اوضه فوق السطوح من غير لا ميه ولا نور، بس تقعدني هنا ابوس رجلك؟ لا، والنبي مشيني من هنا ابوس رجلك. يا خبر ابيض، ايه اللي حصل؟ حاجة دول كانوا عايزين يقطعوا لي شعري. شفت الغل وصل بيهم لحد فين؟ قطعوا لك شعرك ازاي؟ غل حريم، غل حريم يا حاج. وانا غلبان يا حاج ومش عارفه ست معاهم. والله ما عارفه ست معاهم. بس ايه تحب يا ام دلوقتي اوريهم شغلهم المظبوط؟ وريهم شغلهم المظبوط. انا عارفه ان انت مش بترضى بالظلم ومش هتسيب دلال حبيبتك تبات وهي حقها ضايع كده وسط الستات المتفحشين. يا خبر، خلاص عينيا النهارده دلوقتي حالا، بس وريني الضحكه الحلوه. ايوه احلى. ايوه كمان. ايوه يا حبيبي، انا يا حبيبي يا حبيبي، انا هوريهم لك دلوقتي. يلا. اللي انتوا بتعملوه ده هيودينا كلنا في داهيه، وانا خايفه يا اختي الحاج هيطق في دماغه ويطلقنا وانا هبقى اقولكوا. لا اسكيوز ميه بقى يا اختي، ولو سكتنا برضك هيطلقنا، وفي يوم من الايام هيجيب لنا واحده ان شاء الله بسم الله ما شاء الله تبارك الله هتخليه يرمينا في الشارع كلنا رميه الكلابه. البنت سميحه بتتكلم صح، وبعدين احنا كنا بنفش غلنا ولا عايزين نموت في حرتنا. لا يا اختي بعد الشر عليكم، بس ما ينفعش بالعنف كده. يا حنينا يا بنت، واحنا عملنا حاجه دي كلها كده زغزغه قرصه ودن على الخفيف؟ وبعدين اللي حبيبتي المسمار هو اللي شد شعرها مش احنا. المسمار، انا سمعت المسمار. ايه البنت دي اللي بتقول مسمار؟ انا قلت سونار. سونار يا حاج وكلامها الشريفه، اسم الله على مقامك ودارك مالها. سونار على دماغك، ذنبها ايه البنت اللي تحت؟ تعملوا معاها كده ليه؟ ليه؟ ما تعملش نفسك كده يا اخويا، هيجرالك حاجه. كلمه واحده ولا عايز اسمع صوت ولا نفس، اللي هقوله هتعملوه. مفهوم؟ مفهوم. والنبي يا اختي ما تزعليش مننا، احنا مش قاصدين نزعلك، ده انت حبيبتي. تعيشي يا انهار. يلا يلا. ماي سيستر ريلي ريلي، انا بحبك قوي. ها بتقول ريري؟ بتتكلم انجليزي؟ عسل. لا هي حكايه. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عفى الله عما سلف، واحنا كلنا اسره واحده. ما شاء الله ما شاء الله، الحمد لله. ها صافي يا لبن حليب يا قصه. لا تاني كلنا مع بعض، كلنا صافي يا لبن حليب يا قصه. بسم الله ما شاء الله، ايه الحلاوه دي كلها؟ يا ربي كله عبارات كده يا ربي. الحمد لله. دلوقتي بقى نلعب اللعبه. ايه ده؟ هنلعب كلنا مع بعض لعبه ايه دي يا حاج؟ امال بقى يا ستي، سلو عيله الصياد على مر العصور والزمن. لما نبقى في مواقف حرجه زي دي نقوم نلعب لعبه. ايوه. انا اسال سؤال واللي تجاوب صح هي يا اختي تبقى بطله الليله. مظبوط يا اختي. ما شاء الله، فهمتي؟ سؤالك يا دلال. مبروك عليكي يا دلال. ايه يا انهار ده؟ ايه يا اخويا؟ مفيش هنا كوسه ولا محسوبيه، مفيش الكلام ده. هنا كله بما يرضي الله. سؤال بجد. طيب اسال يا حاج. بسم الله، يا رب يطلع سهل يا رب يطلع سهل. خالك اسمه ايه؟ ألف مبروك عليك يا أختي دلال، تصبحوا على خير. مكتوب لك ومكتوب لي. يلا يلا. هو طول عمره كده
لما يبقى له مزاج في واحده وعاوز يبات معاها يقوم جامعنا ولعب معانا اللعبه دي، واللي عايزها بيسالها اسهل سؤال. هو مش امبارح عمل معاكي كده؟ مش سالك اسم خالك ايه؟ اه فعلا حصل. ده لو النعمه من كتر سهوله السؤال كنت حاسه ان لساني هيتعقد وما هعرف اجاوب. احنا عشان عارفين ان هو بيعمل كده عشان ما يزعلناش بنطنش بنحاول بنلعب معاه ونعمل نفسنا مش فاهمين حاجه. انت عرفته مش كده؟ اه اشمعنى؟ اصل انا يا اختي بحس كده انك اقرب واحده ليه في البيت ده. فعلا هو طول عمره يقول انت زي امي. لا يا اختي اخس عليك، انا مش قصدي كده، انا قصدي يعني ان انتوا طباعكوا كده تحسيها فيها من بعض. يعني عارفه يا انهار، او الحاجه فواز ده فيه ميزه غريبه قوي، تبقي مش طايقاه ومتضايقه منه وزعلانه منه، بس في نفس الوقت ما تعرفيش تكرهيه. وانتي بقى فيكي نفس الموضوع، وانتي عارفه انتي عملتي فيا ايه من ساعه ما اتجوزت الحاج فواز. وريتيني النجوم في عز الظهر، وريتيني ايام اسود من ارض الخروب، بس في نفس الوقت والنعمه في حاجه جوايا كده مخلاني مش عارفه اكرهك، بالعكس مخلاني عايزه اتشعلق في ديلك اكتر. انتي جدعه قوي. تعالي. هقول لك على حاجه وما تسالنيش. حاجه ايه دي؟ بلاش تشربي العصير النهارده. الله الله يا حاج، الحكايه دخلت في الجد والتدبيسه جت على مزاجك اهو. والله يا حياتي يا بنتي انا فكرت في الموضوع كتير كتير قوي، ولقيت ان الجوازه دي ممكن تعمل اللي ما قدرتش تعمله جوازه اخوكي بالنهار. ما انا يا بنتي نفسي الم شمل العيله دي. ايوه، واعمل اللي ما قدرش عليه المرحوم اخوي. والله يا عين العقل يابا. انا يا بنتي جوزت اخوكي فواز مع نهار وهو صغير قوي، انما منهم لله بلاد عمك ما سابوناش في حالنا، قعدوا يحفرونا في مصايب ياما. يمكن جوازتي بقى من امهم تهديهم وتريحنا كلنا. كل ده يتدبر، اهم حاجه انك نويت وان فكرتي دخلت مزاج، عشان تعرف بس بنتك دي بنت راجل. أنا بنتي بألف بنتي زي القمر. ربنا يخليك ليا يا رب. ربنا يسعدك أنت يا بنتي. الشاي يا حاج. شكريني يا بنتي. أنت سماح؟ خدمتك يا سي الحاج. سماح بقى يابا شايلة من عليا أيام، من ساعة ما جت نوع ما بتنامش إلا في حضنها. ما هو باين عليها. أنت منين يا بنتي؟ أنا من بلد صغيرة كده، نواحي الشرقية. روحي انتي دلوقتي يا سماح. حاضر يا أب. بنت عيلة يابا. جوزك فين؟ جوزي راح يقعد مع أهله شوية. طيب حط عينك على البنت دي، الأمر ما يسلمش يا بنتي، والمثل بيقول حرص ولا تخون. دي يا حاج انت قلقان من حاجة؟ يا بنتي مش قلقان ولا حاجة، البنت لسه صغيرة، ممكن أي حد يضحك عليها بكلمتين. عشان كده بقولك فتحي عينك كويس قوي، أهمنها تخلي بالك منها وعليها. طب بقولك إيه، أنت هتروح تكلم مرات عمي في التفاصيل إمتى؟ مش دخل مرات عمك في الشغالة دلوقتي. نهار أسود، الجواز يا حاج أنت نسيت ولا إيه؟ لا إن شاء الله قريب، قريب قوي. شايفاكي يعني راضية عنها. خلاص أوام كده بعتي القضية. مش هي دي برضو اللي لسه مقطعين لها شعرها؟ نسيتي فجأة كده بقت واحدة مننا؟ يا بنت انتي ما بتبطليش هدي، البنت طلعت طيبة وغلبانة، أعمل إيه؟ أموتها؟ وبعدين مش انتي صاحبة الخطة العبقرية بتاعتك؟ مش انتي اللي قلت نحبلها عشان نخلص؟ أيوة أنا قلت كده، بس ما قلتلكيش تبقى واحدة مننا. انتي ناسية فرصتها ليلى ولا ايه؟ يا بنتي يا هبل، علشان الخطة بتاعتك تتنفذ لازم شوية محبة، شوية مسايسة، شوية هدهدة. ما تقولي حاجة يا اختي. انتي يا ست خليكي معانا. انا معاكوا اهو يا اختي. والنبي يا اختي، ما هي ناقصة قلبت وش على الصبح. خايفة من اخرة اللي بنعمله ده يا سميحة. لا هوي، هو احنا نقول طور تقولي احلبوه؟ انتي مخك متركب ازاي؟ شمال
انت مش شايفه احنا مش طايقينها ازاي؟ احنا لو ما عملناش كده كل يوم هيطب لنا بواحده. ايوه يا هدى، وبعدين اصلي اختي ده كان طايح خالص، لازم يتهد شويه. مش عارفه ليه قلبي مقبوض ومش مطمنه. وايه الجديد؟ انت يا حبيبتي على طول كده فقريه وتحبي النكد. لا مش نكد والله يا سميحه، بس ايه يا هدى؟ في ايه يا اختي خوفتيني؟ فوازي يا اختي ما ينفعش مع العند، واللي احنا عملناه ده اخرته ممكن يركب دماغه يا اختي ويجي علينا. بسم الله ما شاء الله تبارك الله، يعني يا اختي هو مش جاي علينا ده هرينا. معلش يا هدى، ما هو اصل خلاص يا اختي حصل، هنعمل ايه؟ ربنا حيف، ما تخافيش. يا رب يا رب استرها يا رب. لك يا سمسم، الف سلام عليك يا انا. مالك حضرتيني عليك؟ مش عارفه وقت غير الجو. سلام. ايوه حط الحاجات دي هنا الله يكرمك، اوعى حاجه تتكسر. انزل انت بقى استنى تحت وانا هبعت لك الشاي بتاعك. ايه اللي انت عاملاه ده كله يا بنتي؟ ما تكلفش نفسك كده ليه؟ ياما دي حاجات بسيطه، انا جايبه لك هدمتين ليكي وللعيال، وكمان شويه حاجات كده لوازم البيت. اوعى تكوني ده دلال يا حبيبتي، نسيتي خالك يعني؟ ودي تيجي برضه يا خالي، جايبه لك الكراسين اللي عينك عليها. الله ينور عليك. والله يا بنتي البيت ما ناقصه اي حاجه، ده انا طول ما انا قاعده ادعي لك ان ربنا يهدي سرك يا رب ويقدرك على الضراير اللي عندك. لا بالحق يا دلال، انت عامله ايه مع ضراير؟ هكون عامله ايه يعني؟ اديني ماشيه بالنصايح اللي انت قلت لي عليها، يكش هما بس يخرجوني من دماغهم البعد ده. السي الحاجه عامل ايه؟ كويس، بس ما بيقعدش في البيت خالص بقى، على طول قاعد في الشركه. الله يكون في عونه ويقدره يا بنت. والله العظيم الواحد ما قصر مع الراجل ده، مش الواجب برضه الواحد يوده لحسن يقول علينا اولادات الاصل. الا ما قلتليش يا دلال، هي عنوان شركته ايه؟ يا مسهل يا رب. هما مش ناقصكوا خالص بيت ولا ايه؟ وش ملوش اي لازمه. لا مؤاخذه يا حاج، هو الراجل اللي انت كلمته هناك قال لك انه هيتصل بيك اكيد النهارده. اه الراجل ده سعودي اصلا، وراجل محترم وخدوم وصاحبي جدا، وعلاقته بيهم كويسه جدا، وهو اللي استلم التقارير. هو قال هيكلمني النهارده دلوقتي كمان، وعيده مظبوط انا عارف، انا متاكد ان شاء الله خير. خير ان شاء الله يا ابني. بس كان لازم نبلغ يا حاج، الحكايه واضحه زي الشمس انها بفعل فاعل، ولازم نعرف مين اللي وراها. لو في حد غرضه انه يزينا يبقى هدفه ان احنا نبلغ. ليه؟ ليه يا حاج؟ ليه؟ ليه؟ عشان سمعتنا تتلط، ولما سمعتنا تتلط يبقى هو كده نجح في هدفه، ده غرضه، لكن انا مش هناوله الغرض ده، وقسما بالله قسما بالله ما هسيبه. ايه ده فواز؟ ايه ده يا ابني؟ احنا نخلص من المشكله دي الاول وبعدين يحلها اللي لا بيغفل ولا بينام. ونعم بالله ونعم. الو. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا حبيبي يا شيخ، والله وحشني جدا جدا، ربنا يبارك لك، ربنا يخليك، جزاك الله. طمني. لحظه واحده. خلاص. لحظه واحده، اكتب الاسامي وراك اهو. قول لي. ايه ده؟ هندي ده ولا ايه؟ والله. وفي الاخر مجيد. ماشي تمام، وهخلي النمره معاه لو في حاجه برضو ولا حاجه اكلمك. جزاك الله كل خير يا شيخ، ربنا يخليك. في رمضان بقى باذن الله. ابشر طال عمرك. الله يخليك. ماشي يا حبيبي، اتفضل اتفضل يا شيخ. مع السلامه. مع السلامه. طمني يا زكي. قوم يا حاج. خد يا حبيبي الاسامي دي وتطلع بكره في اول طياره الصبح. تجيب الناس 24 ساعه تكونوا هنا. حاضر. يا ما انت كريم يا رب. هيجوا يصلحوا المكن؟ يجوا ايه؟ المكن اتصلح خلاص. يا سلام، ازاي يا ابني؟ بالتكنولوجيا يا حاج، ما هي دي التكنولوجيا. احنا بعتنا لهم تقارير، قلنا لهم عندنا كذا، عرفوا من هناك المشكله فين، وهيصلحوها من هناك. من هناك برضه؟ اه. سبحان الله يا سبحان الله. سبحان الله، ما انا قلت لك روح اتعلم تكنولوجيا يعني. نبعت شحاته. نقوم يا حاج نصلي ركعتين شكر. يلا يا ابني. الحمد لله. يلا بينا كلنا، كل الشركه تصلي ركعتين. الحمد لله. اتفضل يا حاج. اتفضل يا حاج. يا خبر يا خبر، كل دي هدايا؟ ده كتير قوي كده يا حاج وملوش لازمه.
ايه اللي بتقوليه ده بس يا خالتي؟ واحنا عندنا كام حسنات؟ وبعدين انتي عروسه بقى ولازم تتدلع. اتدلع؟ احنا كبرنا على الحاجات دي بقى يا حياتي يا بنتي. لا 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 لا، الكلمه دي بالذات ما بحبش اسمعها منك ابدا. ايه كبرنا وصغرنا؟ ما كله بتاع ربنا، وبعدين طول ما فينا نفس يبقى نعيش ونستمتع بالدنيا. الله الله عليك يا حاج، ايه بس الكلام الحلو ده؟ طب والنبي انا دماغي لفت وقربت ادوخ. طب يا بنت الحركات بتاعتك. لكن انت مش شايف انك انت مستعجل شويه يا حاج؟ اه قصدي يعني بقى بعد كل ده وتيجي مستعجل حسنات. يا خالتي يا خالتي، خير البر عاجله بقى الله. ما انا ما قلتش حاجه، بس برضو يعني بعد العمر ده كله اسيب ولادي واسيب بيتي ايه بيتك وبيتي؟ بالعكس بقى، بيتنا هو بيت العيله، وانت ما شاء الله عيالك كبروا وبقوا رجاله بشنبات، بقوا شحوطه وكلها بكره ولا بعده هتلاقي كل واحد فيهم واخد عروسه في دراعه ورايح على بيته. وبعدين يعني مين قال انك هتسيبيهم؟ ما انت كل يوم والتاني هتشقري عليهم برضو عادي. والبيت بتاعك ده مشاكله كتير، تنكيس وجع دماغ. تخلصي من قرفه بقى. بس عمرو ابني لسه بيذاكر، ما اقدرش اسيبه. لا لا لا، عمرو بالذات انت عارفه عمرو بالنسبه لي ايه. ما تقلقيش من عمرو، ليك عليا انا هقنعه يعيش معانا. يا خالتي يا خالتي يلا بقى خلصي. والنبي والنبي عاوزين نفرح شوي. قلت ايه يا عروس؟ اللي تشوفوه بقى. خلاص يبقى نكتب وندخل بعد افتتاح المول على طول. ايه ازغرت؟ لا. ايه؟ لم الحاجه. لا 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 استنى، انا اللي هزغرت. وليه واقعة؟ يا حياة حياة حياة. أبو الحياة مش هنا، قال لي إن أنا أقول لك إنها نزلت كده مشوار مع الحاج منى. وأنت بتعملي إيه هنا؟ أنا بنضف البيت، بس وحياة النبي لألم لك الدنيا دي حالا. ويعني ما لقيتوش غير يوم أجازتي عشان تنضفوا فيه البيت؟ معلش يا أستاذ علي، حقك عليا حقك عليا، ألم لك الدنيا دي حالا. يا ست اللي عليا ولا عليكي؟ إذا كانت صاحبة البيت مش في دماغها يبقى أنت اللي مش هتقلبيني البيت، معقولة؟ ما قالتش هتيجي إمتى؟ هي قالت إنها مش هتتأخر. أحضر لك الغدا؟ ها؟ كل حاجة جاهزة على التسخين. لا أنا هستنى حياتي في ردة سوا. ليه؟ ده أنا مفصلة صالة. معقولة هالحكي؟ رحت على البنك عشان اصرف الشيك، قالوا لي فيه مشكلة بالأمضة. شو بتقصدوا بهالحركة يا وادي؟ ده رد بسيط على عملة ما كملتش، وفواز رجع يشتغل تاني وأحسن من الأول، يعني مفيش أي أثر سلبي من العملية اللي أنت عملتها، فكان لازم الشيك يقف. يعني أنتوا كنتوا بتقصدوا إنه تحطوا تاريخ مؤجل للشيك 15 يوم؟ ليه؟ عشان تطمنوا بالأول؟ والله دي أصول الشغل يا ميسي وسليم. المهم أنا اللي علي عملته، ومش ذنبي إنه هو عرف يحل مشاكله كلها. على العموم لو عاوز تكمل معانا لازم تفكر إزاي تعطله، ولو عملت حاجة ونجحت هتلاقيني قصادك. مفيش، مش هتشوف وشي تاني يا ميسي وسليم، ولا هتعرف توصل. إيه بسيطة يا آدمي، جبل على جبل ما بيلتقي، بس بني آدم مع بني آدم كل يوم بيلتقوا. وحشوفك عن قريب يا آدم. اتفضل يا حاج. جي بقى كل الأسامي اللي احنا كلمناهم عشان يحضروا الافتتاح، بما فيهم المحافظ عشان يقص شريط مع حضرتك. حلو حلو، أمجد كويس. والصحافة والتلفزيون كله معمول حسابه وتحت السيطرة يا حاج. وانا ما بقلقش غير من ثقتك دي يا شحاتة. ليه يا حاج؟ وانا كنت قصرت في حاجة يعني؟ قصرت؟ ده انت ياما قصرت. افكرك يا شحاتة؟ ده انت تاريخ،
ده انت بتطب اول ما تشوف حاجه زي لوح الخشب المربوط بصواميل سايبه. اعمل ايه يا حاج؟ مش بايدي بسخسخ. مفيش حاجه بيسخسخ قسما عظما يا شحاته. لو سكسخت بكره في البتاع اللي هنبقى فيه ده لاكون مسكسخك في سقف البتاع وهتكون نهايتك. هقول لك ايه هنا مين ده؟ عايز ايه ده؟ خليه يدخل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام ورحمه الله وبركاته. استغفر الله العظيم يا رب. طب بعد اذنك يا حاج اروح اكمل بقيه شغل عشان مفيش وقت. اتفضل يا سكسخه. اهلا 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 اهلا. نقول لك اتفضل بقى يا اسطى محروس ولا يا حاج محروس بعد النيو لوك اللي انت عامله ده؟ من بوقك لباب السماء يا حاج. والله العظيم انت مكشوف عنك الحجاب. ما هو صح، لما انت ما يكشفش عنك امال هيكشف عن مين؟ بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. ده كله الله اكبر. اهدى شويه يا عم محروس، ما تخش عليا بالناشف كده. ايه ده 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 احنا غلابه وجنب الحيط. ما تقلقش يا حاج، انا عيني مش ذكر، وبعدين انا على طول ماسك الخشب اهو. بسم الله ما شاء الله، بسم الله. تشرب يا حبيبي. والله العظيم يا حاج شايف لك رؤيا امبارح، ربنا يجعلها من حدك ومن نصيبك. خير خير خير، اللهم اجعله خير. كنت انا وسعدتك قاعدين في حته واسعة كده وبرحة وكلها خضار، وقدامنا من طيبات الله بقى، وقاعدين انا وانت مشمرين وبنلوك. هناء ابعت تجيب لنا مشاوي. الله. حمام وكفته. الله. وهات العم عبده شيش طاووق عشان بيحبه. ماشي. عصير فريش. ايوه. عصير فريش كمان يا هناء. شكرا. ايه يا حبيبي ليه بقى مكشوف عني الحجاب؟ اصل سعادتك لما قلت لي يا حاج حسيت انك قفشت الحلم اللي عايش جوه يا طول عمره. سبحان الله. هو انت نفسك تحج يا محروس؟ امنيه امنيه يا حاج من امنيات كتير عايشه جوايا، بس هنعمل ايه؟ الايد مش طايله. لا حول ولا قوه الا بالله. ما تقلقش يا محروس، الرزق موجود وربك كاتب لكل واحد نصيبه. والله يا حاج نفسي نفسي يا حاج ربنا يكرمني ويبقى كتفي في كتفك في كل حته يا حاج. لا 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 لا، ده محروس. نفسي ابقى دراعك اليمين يا حاج، ابقى دراعك اليمين اللي يشيل عنك اي حاجه وحشه يا حاج. والله جربني جربني يا حاج، والله العظيم ما هتندم يا حاج. جربك ازاي يا محروس؟ لا يا حاج جربني ابقى دراعك اليمين، والله انا لا لوبه واعرف في كل حاجه، اعرف في كفتي يا حاج. هذا محروس. وغير كده يا حاج. عجيل. لا اله الا الله. والله عجينه طريه تشكلها زي ما انت عايز، حطها في اي قالب تطلع زي القالب بالظبط يا حاج. لا اله الا الله. اقف كده يا محروس. اهو يا حاج. اتفضل استريح يا محروس. قلت ايه يا حاج؟ قلت لا اله الا الله. مبروك عليك دراعك اليمين يا حاج.
كنتش عارف انك بتكرهني كده يا سفريد. مش عايز تتكلم معايا كمان؟ مش عايز اتكلم معايا حد خالص. ليه يا ابني؟ في ايه؟ ما تفضفض معايا، ده احنا اصحاب. عمرنا ما كنا اصحاب، لان انت من طينة وانا من طينة تانية خالص. مصدق الكلام ده؟ كلام الافلام اللي انت عمال تحكي ده؟ سيبني في حالة فواز. انت بتكرهني يا فريد؟ انا مبقاش عندي طاقة لا احب ولا اكره. كلامك بقى عن متغطي. انا سبت الناس قاعدة برا لما لمحتك واقف لوحدك، قلت اجي اقف معاك افضفض معاك تحكي لي اطمن عليك يعني. تطمن عليا؟ ولا خايف على نفسك من الحسد؟ قلت اكسر عينه باي حاجة. انا فاهمك يا فواز. الدماغ الحلوة دي. ولا صاحبك اللي خدته في ظلك وقال الصنف مخشوش ما يقصدش؟ والله يقصد، ما تفرقش معايا. مالك يا ابني؟ فيك ايه؟ فيك ايه؟ قول ما فيكش ايه؟ انت فواز عايش في دنيا تانية خالص، مش حاسس بحد، متجوز بدل الواحد اربعة، وعايش في قصر، وعندك فلوس لو وقفت عليها تشوف الهرم زي ما بيقول. ما وصلتش لسن الاربعين من غير جواز ولا عين، ما نتعتش في كلية أربع سنين عشان تبقى محامي مشهور، وآخرتها موظف كحيان في شركة تعبانة، ما اتكومتش في أتوبيس للزحمة والدست بالجزم، ما رشش الحشيش عشان تنسى. عرفت فيها إيه؟ وعرفت إن إحنا عمرنا ما هنبقى أصحاب. ما علينا أصحاب فواز. لو بصيت في عينيه حسيت إني خايف. خايف منه ومن عينيه. عينيه بتطق شرار يا نهار. يا ساتر يا رب. استغفر الله العظيم يا رب. مع انه صعب عليا وكلامه هزني، مش عارف ليه الناس بتبص لي البصه دي زي ما يكون انا الوحيد اللي ربنا اداله. استغفر ربك يا حاج. استغفر الله. ما تقولش كده، ربنا ما بيديش البني ادم غير على قد تعبه وشقاه، وانت يا اخويا ما وصلتش للي انت فيه ده بالسهل. واللي عينه راضيه قادر ربنا يبعده عنك وبشره وبسواده. مش عارف على ايام المحروس الطمعان ولا سليم اللي زمانه عمال يدبر لي معرفش بيدبر لي فيه، ولا فريد اللي مليان غل من ناحيتي، ولا اخواتك، ولا مين، ولا مين يا نهار. استغفر الله العظيم يا رب. استغفر الله. ما تفكرش في الحاجات دي يا حبيبي. العين ما بتكرهش غير اللي احسن منها. وبعدين اللي نبو ازرق يروح يعض بيه صباعه. وانت ما تحطش في بالك، غمض عينك وصفي ذهنك وارمي ورا ظهرك، ما تفكرش في كل الحاجات دي. ان شاء الله كل حاجه هتبقى خير. قل اعوذ برب الناس، ملك الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. تصبح على خير يا حاج. تصبح على خير يا الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحاج فواز موجود؟ موجود يا فندم. في ميعاد؟ في ميعاد وهو مستنيني جوه. طب لحظة واحدة. خير؟ ما بيردش. مش انت بتقولي انه جوه؟ جوه. طب معلش لحظة واحدة. طب بسرعة ارجوك. حاضر.